من القضايا المهمة جدا، هل يمكن انه يصل النفوذ والعصبيات العائلية عند البعض الى حد انه عاوز يسمي طريق باسم ابنه؟ هل نوصل للحالة دي؟ اه نعم، في مصر بنوصل لها يعني. وناقشنا ده في اكثر من مكان من قبل، يعني اللي هو سطوة البعض اللي بتوصلهم الى انه يعني اسمي الشارع باسم ابني، باسم اي حد في عيلتي اسمي الطريق. طيب، احد اهالي مركز الحمول الاستاذ تامر حميدة. استاذ تامر اهلا بيك. خليني اقدم ايضا محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر. سيد المحافظ اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك يا وائل بيه، اهلا بيكم. اهلا بيك سيد المحافظ. اسمع بس الاستاذ تامر كده، لان احنا كمان صورنا اليافطه. واستاذ تامر قول لي، هل فعلا احد اعضاء مجلس النواب تدخل بنفوذه لتسميه طريق عام باسم ابنه؟ يا فندم، هو احنا عرفنا الكلام ده يعني بقالنا يوم او اتنين، وبالتحديد كان النهارده الكلام ده. تمام. فطبعا هو السيد المحترم النائب، تمام، هو طبعا كان ليه تبرعات قبل ما يكون نائب، ودي حاجات طبعا ملموسه، وطبعا ربنا يعني يجعلها في ميزان حسناته يعني. تمام. بس ده كان قبل ما يكون نائب، وحاجات كلها معروفه مكتوبه باسمه او باسم ابنه الله يرحمه. بعد ما بقى نائب حضرتك، في طريق فرعي معمول علشان يخف الضغط عن البلد شويه، او عن المركز اللي احنا فيه. ففوجئنا ان الطريق دوت بيتكتب باسم ابنه، معمول اليافطه ورا حجر الاساس اللي هو الرخامه اللي بتتعمل دي، ومكتوب فيها اسم الـ 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 اسم احنا السيد عندنا المحافظ. اهوت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، بالضبط. قام السيد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والسيد الدكتور عبد العزيز حموده نائب الشعب، والسيد الاستاذ طلعت عبد القادر رئيس مركز ومدينه الحمول، بوضع حجر اساس طريق عاصم عبد العزيز حمودة الدائري. تمام. يعني تم بالضبط. تسمية الطريق على اسم ابن الأستاذ عبد العزيز حمودة اللي هو عاصم. تمام. طب هو انت هو ده صح بتقول يا اصله فندم؟ مقدم تبرعات. ما هي التبرعات اذا قدمت، يعني التبرعات الحقيقة فلسفتها انها تقدم من اجل الوطن يعني. بالضبط. هو فندم التبرعات دي اتقدمت قبل ما يكون نائب، ودي حاجات احنا عارفينها ومعروفة مالناش علاقة بيها بقى، هي دي خلاص لحاجات مالناش علاقة بيها، زي اللي بيعمل ثلاجة مية سبيل في الشارع، أهو بيعملها وخلاص، حد عامل تبرع خلاص. ماشي؟ إنما أنت النهاردة ده طريق الدولة اللي صرف عليه، حضرتك نائب شعب النهاردة والدولة صرف على الطريق ده. هو الطريق ده بتاع حضرتك، حضرتك اللي دفعت فلوسه من جيبك، ولا لو هو حضرتك أنت عملته ودفعت فلوسه من جيبك، حضرتك ممكن تعمل بوابة في الأول، بوابة في الآخر، ونحصل رسوم بقى عشان اللي يعدي على الطريق نحصل منه رسوم، ولا إيه يا فندم؟ ما عندك حق. دي فلوس، دي فلوس دولة تتكتب باسم حد ليه؟ ما تتكتب باسم شهداء، ما احنا عندنا شهداء موجودين كتير، شهداء بتوع سينا، جيش وشرطة، ما تتكتب باسم طبعا يعني الشهداء. يعني هناك من عندنا قدم الدماء طيب. دفاعا عنا جميعا يعني. عندنا ملازم اول تقريبا او نقيب من 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 تبع قرية الزعفران من حطيبة اسمه حامد. تمام يا فندم. ده ما يتكتب الطريق باسمه. ده شهيد سينا، ما يتكتب باسمه. عندنا شهداء كتير جدا، ما يتكتب باسمهم. طيب خلينا اسال السيد المحافظ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ. سيد المحافظ، يعني هل يصل بنا الامر الى حد تسميه شارع باسم ابن عضو مجلس نواب؟ اهلا بيك وائل بيه. وطبعا الكلام اللي انا سمعته ده دلوقتي عارف بالصحه تماما، مفيش اي حاجه خالص من الكلام ده، ومفيش طريق يفتتح باسم ابن السيد النائب، وده طريق حتى ده يعني انا شايفه طريق ما يعني هنفتتح طريق لسه حتى كمان ما اتحطش الاسفلت عليه يعني. وبعدين طريقه المكتوب عليها الرخامه دي طريقه يعني مكتوب عليها واسماء مكرره، ومش يعني انا عايز اقول لسعادتك لا يعني الرخامه دي يا ستما اصل احنا صورناها يعني هي موجوده. موجوده، ما انا شايفها يا حضرتك. نعم. ما حصلش خالص الكلام ده، ما حصلش. لا يعني ايه ما حصلش؟ الرخامه ايه موجوده؟ ماشي، ما حصلش افتتاح للطريق. طب من وضع الرخامه؟ يعني انا دلوقتي هل ينفع سياده المحافظ انا اقوم اطلع دلوقتي على الطريق اللي قدام واحط الرخامه كده؟
انا هعرف مين اللي حط الكلام ده؟ وبعدين ده طريق اصلا لسه ما اترسبش ازاي افتتح؟ وبعدين مين؟ هل طب اذا كان الاخ تامر موجود، هل انا رحت افتتحت؟ هل في حاجه افتتح؟ مفيش حاجه خالص بالكلام ده. هو وضع هو انزل كده يا جماعه، وضع حجر اساس. لا مفيش حاجه خالص، لا مفيش اي حاجه خالص وائل بيه. هو في افتتاح. طيب هو ده كان موجود سيادة المحافظ، بس ده كان موجود اول ما الناس عرفت ان احنا صورنا اللوحه النهارده اتشالت. ما بقدره قادر كده يعني شالوها على طول اول ما عرفوا ان احنا صورنا الطريق وصورنا اللوحه يعني. لا هو يعني عشان نفتتح طريق وائل بيه معلش لازم نكون متسفلت ومرصوف. الو؟ انا سامع حضرتك، سامع حضرتك سيادة المحافظ. لازم يكون اتسفلت ومرصوف وبتاع ده عشان نفتتحه، مش هنفتتح طريق لسه معمول في ده. لا ما هو وضع حجر اساس يعني انا ما انتهيتش منه، يعني انت عارف وضع حجر الاساس ده بتبقى اليافطه مش مكتوبه وضع حجر اساس، اليافطه مكتوبه افتتح. لا 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 مكتوب تحت وضع حجر اساس. يعني انزل تحت كده يا استاذ اشرف مكتوبه اهوت وتم الزج باسم الرئيس السيسي، وتم الزج باسم المحافظ. هنا اهو بوضع حجر اساس طريق عاصم عبد العزيز حموده الدائري. الراجل قال كده اما سمى الطريق باسم ابني. لا لا ده الكلام ده معاري من الصحه تماما يا وائل بيه، وطبعا حاجات زي كده احنا ما بنوافقش عليها مطلقا. احنا ممكن نسمي اسم شهيد على مدرسه، على طريق، في شارع، في مدينته، في لمقر اقامته، لكن ما حد اصلا الاهالي الحمول هم الذين استغاثوا بنا. طب خلينا اسال الاستاذ سعد كده، سعد احمد احد اهالي الحمول. يا استاذ سعد اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير. هل اللوحه الرخاميه دي انه فعلا الطريق كان هيسمى باسم ابن عضو مجلس نواب؟ مظبوط يا استاذ وائل هذا الكلام. انا قمت بتصوير اللوحه عند الشخص الذي قام بعمل هذه اللوائح، عمل ثلاثه يا فندم، واحده باسم الطريق الموجود دلوقتي باسم ابن النائب، وواحده باسم الكوبري، وواحده باسم المدرسه، وقمت بالاتصال هاتفيا السيد رئيس المدينه واكد هذا الكلام اللي السيد المحافظ بينكره دلوقتي. يعني رئيس مجلس المدينة اللي هو الأستاذ طلعت عبد القادر، طلعت عبد القادر قال لك الطريق باسم ابن عضو مجلس النواب؟ تمام يا فندم، قال إن الأهالي اللي اتبرعوا بقطعة الأرض بالنص كده بالظبط عاملين شرط إن الطريق كان لازم يكون باسم عاصم عبد العزيز حمودة، وإن اللوحة اللي حضرتك شايفها دلوقتي هي اللي كانت هتتحط والسيد المحافظ هيحط حجر الاساس بتاع الطريق ده. فالسيد المحافظ ازاي بينكر الكلام ده يا استاذ وائل؟ ما ينفعش. طب يا سياده المحافظ انا معايا اهوت الاستاذ سعد، هو بيقول انه سال حتى رئيس مجلس المدينه ورئيس مجلس المدينه قال لهم صحيح. بقى الكلام ده عادي من الصح ويسال عنه رئيس مجلس مدينه، انا هراجع دلوقتي، لكن انا باكد لحضرتك اولا الطريق ده مش داخل الخطه السنه دي، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نفتتح فيه لان ما فيش عندنا تبرعات اصلا وما فيش اي لا وكويس اللي عايز يتبرع يعني ده يجب ان نشجع ذلك، لكن هو بيعمل كده من اجل الوطن مش من اجل يفطى باسم ابنه او طريق باسم ابنه. يعني اللي بيتبرع بحاجه بيتبرعها، دي بتبقى صدقه جاريه بقى عند ربنا، لكن مش علشان نسمي اسمه ولا عشان بتاعه، خاصه في الطرق العامه وفي المدارس والحاجات ديت. المدارس احنا بس بنطلق على الشهداء سواء شرطه او مدنيين او قوات مسلحه. بس هو رئيس مجلس المدينه قال له الاهالي اللي اتبرعوا بالارض بتاعه الطريق اشترطوا انه لازم يتسمى باسم ابن عضو مجلس النواب. يعني احنا ما عندناش تبرعات وائل بيه في الطريق ده، ولسه ما ادركش علشان نفتتحه او عشان نسميه باسم حد. الكلام ده ممكن يكون زي ما سعادتك انت بدات في بدايه كلام حضرتك، العصبيات والبتاع ده ممكن كلام من وحي خيال. طيب انا اتمنى سيادة المحافظ تحقق في ده، لانه المساله تم الزج فيها باسم المحافظ وباسم
الرئيس السيسي ايضا، وهنا يافطه ولوحه رخاميه والآلية. يا استاذ سعد انا بشكر حضرتك سياده المحافظ. استاذ سعد، اللوحه الرخاميه دي بقى ايه، شالوها ولا ايه؟ يا فندم اللوحه الرخاميه كانت بتتجهز من ضمن ثلاث لوائح يا فندم. المشروع ده انا باكد للمره الثانيه على كلامي، انا كلامي صحيح 100%. السيد المحافظ اصدر قرار دلوقتي بتغيير اسم الطريق. انت في ايه يا سياده المحافظ؟ رئيس المدينه بيقول ان الطريق فعلا هيتعمل باسم ابن نائب، وانت حضرتك بتقول ما حصلش. ايه المتضاربات دي يا فندم؟ وانت بتقول المحافظ اصدر قرارا بتغيير اسم الطريق، يعني هو كان عارف ان الطريق بهذا الاسم؟ كان عارف يا فندم، وتم اتصال بالسيد المحافظ ثلاث مرات واكد هاتفيا يا فندم. احنا لو كان مسموح لنا بتسجيل المكالمه كنا سجلناه. اكد هاتفيا ان الطريق، ان الورق هيتغير مره ثانيه. اكد هاتفيا ان الطريق هيتغير، وتاكيد على كلام رئيس المدينه قال ان الارض بالفعل تم التبرع بها لانشاء طريق. وانا باكد الكلام ده مره ثانيه. طيب، وعلى مسؤوليتي الشخصيه. انا بس استاذ سعد انا بشكرك طبعا، عشان الموضوع يا جماعه خطورة هذه القضايا والموضوعات. شفتوا الخناقة اللي كنا تناولناها قبل كده المتعلقة بإطلاق أسماء الشهداء على بعض المدارس. شوفوا حتى تخيلوا الشهيد اللي بيدافع عن الوطن كله، فتقوم في عيلتين متصارعتين يقولوا لا ما يبقاش اسم الشهيد ده على منطقتنا، لأن في طار وفي خلافات بين العيلتين. ده دماء الشهداء مش توحد العائلات المتصارعة بس، ده بتوحد الوطن كله. ولما نصل كمان إلى حد إنه عضو مجلس نواب عاوز يطلق اسم ابنه على طريق، ويبقى بالسهولة دي والبساطة دي، يعني هل وصل بنا استغلال النفوذ إلى هذا الحد؟ نتمنى التحقيق في هذه الواقعة اللي أثارت استياء الجميع. وزي ما بقول لكم احنا لما صورنا فاختفت اللوحات الرخامية على الفور، وتم تغيير اسم الطريق.